خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، كمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري الأوروبي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم افتتاح فعاليات الدورة 66 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالقاهرة اللي بتقام تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، وهيبدأ المعرض في استقبال الجمهور اعتباراً من غد الجمعة 23 فبراير حتى 9 مارس المقبل، وبيفتح أبوابه من 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً يومياً. وبتقام النسخة 66 للمعرض هذا العام تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، حيث سيستضيف المعرض على مساحة 3000 متر مربع أكثر من 450 عارض بيعرضوا منتجاتهم اليدوية اللي بتحكي قصص التراث المصري، مع إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال للاستفادة من الفرص التسويقية اللي بيتيحها معرض ديارنا. النهارده هتنتهي المدة المحددة لتسجيل وملء استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث حددت وزارة التربية والتعليم نهاية الأسبوع الجاري كآخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024، كما طلبت الوزارة الطلاب المتأخرين عن تسجيل الاستمارة بسرعة تسجيلها وملء البيانات قبل غلق باب التقدم. لعشاق الكرة الأوروبية النهارده هيكون معادهم مع 8 مباريات حماسية في بطولة الدوري الأوروبي. أبرز المباريات: روما الإيطالي هيواجه فانورد روتردام الهولندي، فريق رين الفرنسي هيواجه ميلان الإيطالي، ومارسيليا الفرنسي هيواجه شختار الأوكراني.